أتابع إذا أيها الحفل الكريم مع حضراتكم انطلاقة أخرى وتواصل آخر في مشوار الصباح لهذا اليوم، شوطنا الرابع لفئة اللقاية، ونسير بالمركز الأول هنا في المقدمة ملفي لعبد الله بن غدير الوهيبي من يحتل صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هناك يتواجد ويحتل المركز الثاني مشغل راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي من يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. أما المركز الثالث فوصولا من خلال تحدي هذه اللحظات اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرضي الحميري بالتضمير. المركز الرابع تسلل من قبل شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنا محمد بن عتيج العميمي في تضميره. والمركز الخامس يأتي الرمح لراشد بن سالم بن بخيت الاجتبي يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة لمراكزنا الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظات. لحظاتنا مشاهدينا الكرام الذي امامكم، ونعود بالمركز الاول، نعود الى عبد الله بن غدير الوهيبي اللي يقدم ملفي على مقدمه الشوط وعلى صداره هذه البدايه ليقدم ويتقدم في لحظات التميز ولحظات الناموس. المركز الثاني ياتي مشغل لراشد بن سعيد بن سيف الرميذي، هو الان من يصل ويحتل المركز الثاني الرميذي مع انطلاقه مشاهدين الاعزاء مشغل في هذه اللحظات. اما المركز الثالث وصل شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر محمد بن عتيج العميمي. الله الله الله، هذه ثلاثيه على الشوط بمشاركه قويه مع هذه اللحظات. ولكن نعود الى البدايه، البقيه مشاهدينا الكرام تاتي لمجريات الشوط، لكن عبد الله بن غدير الوهيبي لا زال محافظا على هذا التقدم حتى هذه اللحظات بكل يعني حيادية وبكل قوة وبكل أداء مميز وجميل من خلال تواجد ملفي على المركز الأول. لكن مشغل تحت رأسه كلام يعني الأخيرة هناك الرميذي راشد بن سيف الرميذي هو موجود مع وجود مشغل بدل الانطلاق بدل في على الوهيبي مشاهدين الاعزاء. هذه لحظات انطلاقته، لحظات تحدي وتمسك بالمركز الاول مع وجوده على القائمه الاولى. تهانينا والناموس لعبد الله بن غدير الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز ياتي مشغل لراشد بن سعيد بن احمد الرميثي المركز الثالث. نشوف المركز الثالث يصل في هذه اللحظه لمحمد بن سلطان بن مرخان، وصل للمركز الثالث. المركز الرابع يصل للرمح لراشد بن سالم بن مخيت، والمركز الخامس شاهين اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم. 4 دقائق 44 ثانيه التوقيت الزمني لمجريات هذا الشوط.